أرجع كلمات أخيرة بقى، الذهب يا دكتور نادر. الذهب هو مجال استثمار آمن، ودي كان وإحنا في صدد إنشاء مدينة الذهب اللي هي رؤية ثاقبة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي مع القرارات الجديدة بالنسبة لتسهيلات دخول الذهب هتحدث يعني نقلة نوعية لصناعة الذهب في مصر. التجار بيصنعوا بيسعروا على 46 فعلا الدولار؟ لا لا، ما لناش الكلام ده، مش موجود في بالهم. هو اللي موجود قلة او في فجوة ما بين المعروض والمطلوب، فالفجوة دي اذا حلها فنجد الدنيا تغير يعني في ساعات قليلة. نصيحة للناس. نصيحة دايما اللي بنقول للناس، نوع استثماراتك، ما تشتغلش في حاجه ما تعرفش فيها وما تعرفش مخاطرها ومدخراتك. الاستثمار ليه ناسه، لما تعوز استثمار لابد انك تلجا لحد متخصص في الاستثمار. وناخد بالنا برضو من كلمه خبير استثماري او من كلمه ان ده متخصص في الاستثمار. الاستثمار انواع مختلفه، يعني انا شغلتي كلها كانت في العملات وفي الماني ماركتس، ما اقدرش اتكلم في السلع ما اعرفهاش، ما اعرفش اتكلم في الذهب، ما اعرفش اتكلم في البترول. فبالتالي زي اي علم ليه تخصصات المختلفه. فلما تعوز حضرتك تستثمر في حاجات معينه تلجا للمتخصص ده، وبننصح الناس بيها، عشان الفلوس النهارده والظروف اللي موجود فيها ديت اللي الناس لازم تبقى واخده بالها، ان انت عندك هاي انفليشنز موجود في البلد، عندك مشاكل اقتصاديه في 23 في 24، فخد بالك وانت بتستثمر كويس قوي انك ما تخشش في اعلى نقطه، عشان ما تقعدش تعاني السنوات القادمه انك ترجع حتى اصل المبلغ بتاعك. صحيح. بشكركم شكرا جزيلا. الذهب مخزن قيمه، ده لا يختلف عليه احد، ولكن لازم تبقى عامل حسابك ان ده لونج تيرم وما تدخلش في اعلى نقطه. ودايعك في البنوك، في اذون الخزانه مهمه جدا الحقيقه، 18% او 17.5% ده شورت تيرم، يعني على 3 اشهر، وبالتالي تقدر ان انت لو محتاج فلوسك بسرعه او عندك فلوس مش كتيرة وعايز تعمل بيها عائد سريع، فبدل ال3 سنين، لأن الشهادات الأعلى من كده مدتها 3 سنين، فده هتاخد وقت أطول. العقار لمن لديه فائض، العقار مهم جدا. البورصة لمن يريد أن يتعلم أو في صناديق الاستثمار. بشكركم شكرا جزيلا. أستاذ طارق متولي، دكتور نادي فرج. ونخرج فاصل ونتكلم على الشق السياسي في الحوار الوطني.